عشت 16 سنة من عمري كلها بهذا الكل، نقرأ، نلعب، نضحك، نتلم مع أصحابي، لكن شريف ريناس 17 سنة، عملت لي مني الشريف، زعم عليه كوفيد حرمني من كل حقوقي كإنسان، حقي إني أتفرد مع أصحابي وتفريقها في السوشيال ميديا، وحقي إني نقرأ، نقرأ، زعما قراية للدرجة، من نهار اللي ولدت فيه القراية نهار غيب نهار وشوف وشوف، وتوحشت لما مع كلاس كامل دزني وندزك على شكون ياخذ طاولة الأخرة، وتوحشت إني نخرج مع الأحباب ما غير ما نكون ستة في الدار، ولدت نعدي وقتي بين أربع حيوت، عايش ومش عايش فرد وقت. الله طلع حالي في البلاد وظهر لي قيد باش الناس كل تفهم اني مش جرد فيروس باش يوقف حياة عباد منهم انا كوفيد عام ما يتنساش.